السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا ما كنتش مصدقة ان انا ممكن اتحسد، بس انا متحسدتش لواو ان انا خياطة مشهورة ولا معروفة ولا انا شاطرة ولا انا اتحسدت في السوق. والله يا جماعة اتحسدت في السوق، هقولكوا ازاي. وانتوا بقى يعني قولوا اذا كان ده حسد ولا مش حسد. جيتوا مع عبد الرحمن مقفورة الموضوع شوية، هنشوف. انا كنت يا جماعة من سنين مش كبيرة، لكن انا كانت ايدي ميزان. يعني ايه ايدي ميزان؟ يعني لما اروح اشتري مثلا خضار ولا حاجة واحط الطماطم او الخيار او حاجة في كيس وامسك الكيس كده واقول لها وزيني 2 كيلو، فتروح حطها على الميزان تقولي 2 كيلو، ايدك ميزان يا ابل. فاروح انا مبسوطة بقى كده. الموضوع خد معايا سنين بالحالة دي. وبالتالي مش بس في السوق، مش بس في السوق، كانت ايام بسيطه قوي ونادره قوي لما كانت تخيب معايا احط حبايه طماطم، اشيل حبايه خيار كده، لكن كل ايدي ميزان. مستحيل البطاطس يخلف معايا ولا البتنجان يخلف معايا. زي ما احط في الكيس وعايزه 4 كيلو بيطلع 4 كيلو، 5 كيلو بيطلعوا 5 كيلو. زي ما انا بعمل كده في السوق انا بعمل كده في البيت. عمري ما عملت خلطه محشي وتبقى مني حبه رز ولا قد كده. واقعد مع الناس يقولوا ايه والله باقي الخلطه حطيناها في الثلاجه، واللي تقول اصل باقي الخلطه حطيناها له شويه ميه وياكلوه. وليه باقي الخلطه؟ تعملي حاجتك مظبوط. بس كنتش عارفه ان الموضوع ده نعمه، يعني ما كنتش عارفه ان الموضوع ده ميزه. عمري ما طبخت طبخه ما جاتش مظبوطه في الحله. مظبوط، انا ما بحبش الحله تكون كبيره وحبه الاكل صغيرين، او الحله تكون صغيره حبه الاكل تشيله فتفضل تغرق الدنيا. لا، انا عمري ما عملت اكله في حله الا وكانت مظبوطه، وعمري ما عملت اكله في صينيه الا وكانت بالظبط. وعمري ما دقت الاكل، عمري ما دقت الاكل، ودي مستعد احلف عليها ان عمري ما دقت الاكل وكان الاكل يبقى مظبوط، لا ملح يقل ولا ملح يزيد. طب ايه اللي جرى؟ ايه بقى اللي جرى؟ ان في ست في السوق لاحظت الحكايه دي وابتدت تضحك وتضحك لها وبتاع، وتقولي تعالي يا ابله انت ايدك ميزان، النبي تشوفي دول قد ايه كده. واول ما تشوفني معديه تقولي يا ابله يا ابله تعالي، انا بتفائل بيك عشان انت ايه ما بتضيعيش وقتي، تحبي كيسك على طول بتطلع مظبوطه وما بتاخديش دقيقتين. وعلى ما اكون انا بوزن بتكوني مجهزه الفلوس وصراحه انا بتفائل بوقفتك هنا، الناس بتجيلي وانت واقفه. وقعدت اهرج وقعدت اضحك. ومن اليوم ده يا ساده، من اليوم ده ما في مره وزنت حاجه طلعت مظبوطه. مش بس كده، تعرضت للسخريه. احط الحاجه في الكيس واجوزنها تروح تقول لي ميزاننا حلال لسه ناقص يا ابله. اللي جرى انا نفس الشخص اللي حصل، اروح البيت من كتر ما انا بنقل الاكل من حله لحله انا ممكن حبه الرز اضيع عليهم 3 4 حلل في الحوض، مش عارفه اوزنهم صح في المكان بتاعهم. انا ممكن اجي اعمل شويه محشي ورق عنب الاقي خلطه بقت مني في مكان كبير كتير. ايه اللي جرى؟ انا عمرها ما حصلت معايا. انا كان اخر قطعه محشي مع اخر حشو الدنيا بتفض مع بعضها، ما عنديش ورقه مقطوعه، ما عنديش. وممكن حد يتحسد كده ولا انا اللي مبقاش بركز؟ طب الملح، ملح بقى بيكتر من غير ما بكتر او ينسى او انساه خالص وما ينفعش احطه. صينيه مكرونه بشاميل ارجع احط لها ملح ازاي؟ اتفاجئت، هو ازاي ممكن حد يبقى كده؟ وازاي لازم تستهبلي لو انت عندك نعمه كده؟ ازاي تستهبلي لو عندك نعمة؟ استهبلي لو حياتك سعيدة. مش لازم تقولي انا حياتي سعيدة تنزلي كده على الفيسبوك ربنا يخليك ليا يا احلى حب في حياتي، لان بعد ساعتين هتلاقي النكت شغال. مش لازم لما يكون ربنا مديكي بنات حلوة ولا اطفال حلوين تروح منزلة كده على الفيسبوك ولادي اللي بحبهم، ما انت اصلا ضرباهم لمؤاخذة بالشبشب عشان يضحكوا فانت بتصوريهم. مش لازم بقى كل النعم في حياتنا نظهرها. ليه؟
عشان استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان. ده الحديث رسولنا عليه الصلاة والسلام، استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان. وعشان في ناس بتحسد من غير ما تقصد، من غير ما تقصد، في ناس من غير ما تقصد والله. احسنوا الظن بالناس، احسنوا الظن بالناس. ما اللي كانت في السوق دي هي مش قصدها هتحسد، هي هتحسدك ليه؟ اولا انا نازله ومع عبد الرحمن بنزل السوق بلبس اسدالي ونضارتي، وغالبا ما بقاش في حد عارف انا مين، يعني ما حدش بيبقى عارف انا مين، ولا انا عندي قناه في اليوتيوب، ولا انا نازله اشوف خضار، ولا اي حاجه. انا ست لابسه اسدال ونضاره وزي اي حد بيشتري خضار، فهي مش نيتها تحسد ولا حاجه، هي مش نيتها تحسد، هي نيتها تاخد زيت دي معاك وتكسب زبون وتبقى زبونتها وما تشتريش من حد غيرها. لكن لقطت معاكي بقى في القصه دي، تمام؟ فحاولي او حاولوا تحافظوا على النعم اللي معاكم قدر الامكان، تمام؟ انا موضوع سهل وبسيط على فكره، يعني شويه حلل هخزنهم زياده وشويه بس، ده درس، تمام؟ درس انك ممكن لو حتى عارفه الدنيا مظبوطه في الكيس قوي نقصيها شويه او زوديها شويه عشان تبقي زي بقيه الناس. ده درس عشان لما تكون جايبة حاجة قولي الحمد لله و اقري عليها وخليكي يعني داريها. وزمان عايزة اقول لكم على حاجة، كان عندي جارة زمان قوي قوي، ربنا مكرمهاش بأطفال، وانا كنت لسه مخلفة عبد الرحمن، كان صغير خالص، كان عنده حوالي 4 شهور، فكنت براعي شعورها قوي، لا بداريه ولا بغطيه ولا بدالة منها ولا بعمل كده، كنت باخده وبديهولها والله خليه عندك ساعتين ثلاثة مش عارفة اعمل منه حاجة. وهو كان بيبقى يعني نايم، عبد الرحمن من الاطفال اللي كانوا هادين جدا، وحكاية ما كانش كده خالص، حكاية كانت ان انا عايزة اراضيها ان هي تقعد تلعب معاه شوية و ترضي نفسها شوية، في نفس الوقت ما تبقاش محرومة منه، تمام؟ والولد يبقى بدال الام يبقى له 2، وبدال البيت يبقى له 2، فالدنيا كده تمشي كده مراعاة لشعور بعض. بس استغربت قوي لما لقيت ناس دلوقتي بيمسكوا الاطفال يداروها وتقطع علاقتها بصاحبتها عشان صاحبتها مش بتخلف، عشان انا حصل معايا نعمه وهي ممكن حرام اللي انتوا بتعملوه ده، راعوا شعور بعض، راعوا شعور بعض، حصني اولادك وراعي مشاعر الاخرى، وايضا انتوا حافظوا على النعم اللي معاكم وحاولوا تستعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان. الموضوع ده اعتبروه للنقاش العام، انا لا اتالم من هذا الموضوع اللي حصل معايا، بالعكس لسه بنزل ولسه بضحك معاه ولسه بهزر معاه، وبعد يعني بقول لها حرام عليك، انا من ساعتها مش عارفه اوزن حاجه مظبوطه، فالدنيا جميله يعني، انا مش يعني مش متازمه ولا انا زعلانه من حاجه، ولكن ده يعني موضوع النقاش مطروح عشان كلنا نقول ارائنا. يعني حسد حاجه صعبه قوي قوي قوي، لها مقاييس ولها اوزان، بتدخل الناس القبر اعوذ بالله. ف ان شاء الله كده كل اكسري سمع عينك كل ما تشوفي حاجه ان شاء الله تبارك الله الله اكبر، ما شاء الله تبارك الله الله اكبر، 3 كلمات دول ما شاء الله تبارك الله الله اكبر، ايه المشكله فيهم؟ مع عبد الرحمن انا واكيد في ناس معايا لما حد بينزل موديل على الفيسبوك تقول لي ايه رايك فيه، انا اول مره خالص ما شاء الله الله اكبر تبارك الله، لازم اقول لها كده لازم، عشان ان شاء الله يعني انت ما تضمنيش، انت ما تعرفيش، اصل العين ديت النفس اماره بالسوء، انت ما تعرفيش، انت ممكن من غير ما تقصدي، انت ممكن من غير ما تكون جوا انا احسدها على ايه هي، لا انت من غير ما تقصدي والله والله من غير ما تقصدي، نقول الحمد لله وما شاء الله تبارك الله الله اكبر كل ما نشوف حاجه زي، تمام؟ انا اسفه الاطاله، بشكركم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.